علي حسن المجيد، هو عسكري عراقي اشتهر إعلاميا بلقب علي الكيماوي لاتهامه باستعمال أسلحة كيميائية ضد معارضي صدام، وخاصة في إقليم كردستان العراق. بعد الغزو الأمريكي حكم عليه بعدة أحكام من بينها الإعدام، وأعدم في يوم 25 من يناير كانون الثاني عام 2010. ولد علي حسن المجيد في 30 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1941 في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت بالعراق. هو ابن عم صدام حسين. بدأ علي المجيد مشواره المهني رئيس عرفاء في سلك الشرطة بمحافظة كركوك، ثم تدرج في عدة مسؤوليات من بينها مرافق وزير الدفاع العراقي حمادي شهاب، وذلك في سبعينيات القرن الماضي. تولى عام 1991 وزارة الداخلية، ثم كان وزيرا للدفاع عام 1995. ترقى حسن المجيد في حزب البعث العراقي من عضو إلى عضو مجلس قيادة الثورة العراقية. في مارس آذار عام 1987 عين مسؤولا عن حزب البعث في منطقة كردستان العراق، وعقب اجتياح القوات العراقية للكويت في أغسطس آب عام 1990 عين محافظا لما سمي وقتئذ المحافظة العراقية رقم 19، وكان يقصد بها الكويت. عرف بولائه المطلق لصدام حسين، وعندما فر حسين كامل المجيد وصدام كامل المجيد زوجة ابنتي صدام حسين عام 1995 إلى الأردن، وطلب اللجوء السياسي، ثم عاد إلى العراق عام 1996 بعد عفو من صدام حسين. عندئذ قامت عشيرتهما بعملية أطلق عليها في الإعلام العراقي الصولة الجهادية، قادها عمهما علي المجيد عقابا لهما وانتهت بمقتلهما. بعد غزو العراق أعلن عن مقتله في البصرة في إبريل نيسان عام 2003، ثم تبين عدم صدق هذه الرواية، إذ ألقت القوات الأمريكية القبض عليه في سامراء في 21 أغسطس آب عام 2003، وكان خامس المطلوبين في القائمة الأمريكية المعروفة بورق اللعب. اتهمت السلطات القضائية العراقية علي المجيد بقصف مدينة حلبجة الكردية بأسلحة كيميائية عام 1988 فيما يعرف بقضية الأنفال، وتذكر المصادر الكردية أن 182 ألف كردي قضوا في عامي 1987 و 1988 نتيجة القصف الذي قامت به حكومة صدام حسين بإشراف من علي حسن المجيد، وتذكر مصادر غير كردية أن عدد القتلى كان 5000 مدني. أدين علي المجيد أيضا بقمع المشتركين في أحداث الجنوب العراقي التي كانت في شهر مارس آذار عام 1991. في 24 من يونيو حزيران 2007 صدر حكم في قضية الأنفال من المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بإعدامه شنقا، كما صدر حكم آخر بإعدامه في ديسمبر كانون الأول 2008 بعد إدانته بقمع مظاهرات للشيعة إثر حرب الخليج عام 1991، وأدين في مارس آذار عام 2009 بقتل وتشريد بعض الشيعة عام 1999. أعدم علي حسن المجيد في يوم 25 من يناير كانون الثاني 2010. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.